يسعدنا أن نستضيف معنا عبر سكايب موت، هي كاتبة وناشرة تركية من اسطنبول. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. جنايدن، صباح الخير. جنايدن، جنايدن، قد ايه بتعني لك اليوم بين الجائزة اللي حصلتي عليها، خصوصي أنه عم تتحدثي عن مواقفك يعني عن السوريين، وكان في دفاع عن قضية معينة؟ بالبداية أحب أن أتحدث عن الرسالة التي كتبتها لأودونيس. أنا وأصدقائي أصبح لنا سنين طويلة ندافع عن القضية السورية والسوريين، ونحن نعمل على إيصال فكرة المعاناة التي يعيشها الشعب السوري، والأكاذيب التي تقوم بنشرها الحكومة السورية في العالم لتبرئة نفسه. ولهذا كنت يعني كنت عصبية جدا وغاضبة جدا على أودونيس في موقفه هذا بالدفاع عن الحكومة السورية والإجرام والعمليات الإجرامية التي يقوم بها بحق السوريين. نعم، جميل جدا. طيب يعني ما الذي جعلها تقف إلى جانب القضية السورية العادلة رغم ارتفاع الخطاب العنصري الآن في تركيا؟ يا أصلاً كذا إنساني بشكل. في الحقيقة القضية فقط هي مجرد قضية إنسانية. السوريين لا يستحقون المعاناة. الكثير يسألون لماذا تؤيدون السوريين. لا يوجد هناك سبب معين لتأييد السوريين. هنا يعني تأييد السوريين مسؤولية الجميع، وعلى الجميع تأييد المظلومين، خصوصا في العالم، في جميع أنحاء العالم، ليس فقط السوريين. فالسوريين الآن يعانون من ظلم، وعلينا تأييدهم وإنقاذهم من هذا الظلم. جميل. في حال سمعت السيدة بيرين بعض العنصريين يتحدثون عن الوجود السوري في تركيا وبعض المفاهيم المغلوطة، ما الرسالة التي يمكن أن تقدمها لهؤلاء؟ في الحقيقة أنا أرفض القومية أو العرق، اختيار العرق. يجب التفكير في البداية بالموضوع الإنساني. لا يوجد هناك فرق ولا هناك قوميات، وإنما أول شيء في الدنيا هي الإنسانية. فقط أقول لهم أدعو الله أن يصلحهم، ونحن سنستمر في الدفاع عن السوريين. هناك الكثير من الأصدقاء السوريين لدي، أنا أعتبرهم إخوتي، وأقول لهم يجب أن يتأكدوا ويرتاحوا ويطمئنوا بأننا في جانبهم دوما، ولا يقلقوا، ونحن لن نسمح لأي شخص أن يؤذيهم أو يأخذ موقف عدواني. فخورين جدا فيك بريم بكل هذه المواقف، وخاصة الداعمة اليوم للقضية السورية. ولسنا بصدد الحديث اليوم عن موضوع العنصرية بقدر اليوم يعني برأيك قد ايه ضروري، كم نحن اليوم بحاجة، خلينا نتكلم الفصحى شوي مشان المترجمة، كم نحن اليوم بحاجة لترجمة ربما أو لعرض القضية السورية للشعوب الأخرى يعني بكل التفاصيل. يعني حضرتك كاتبة وأيضا مترجمة لعدد كبير يمكن من الكتب ومتحدثة باسم السوري بالقضية السورية، قد ايه نحن اليوم بحاجة إلى هكذا صوت؟ أنا أريد أن أقول بأن الحركات والانقلابات في الدنيا
لم تخدم يوما أي إنسانية. أنا لم أشاهد في حياتي شعب صاحب قضية مثل السوريين ويعانون من الكثير من الظلم إلا أنهم ملتزمون ولا يرجعون عن طريقهم وهم في مجادلتهم. هناك الكثير من الأكاذيب الملفقة بحق الشعب السوري، وهناك الكثير من الاتهامات الملفقة بحق الشعب السوري، ولكن هم يستحقون النجاح والتوفيق، ونحن دائما بجانبهم. شكرا لكم جميعا. شكرا لك بيرين موت، كاتبة وناشرة تركية من اسطنبول. إيغون نار. إيغون نار. شكرا جزيلا. أشكركم جميعا. أتمنى لكم التوفيق.